إكسبرس باي توتال إنرجي. رجعنا معكم في كان إكسبرس، ضيفنا سامي العكريمي، سلام المد موجود معنا في الاستوديو، وليد برحومة قدام الميكرو. هذا الفريق اللي رافقكم حتى الأربعة متاع العشية. نحكيو على إقالة الناخب الوطني المنذر الكبير. الإقالة صارت قبل حتى ما نطلعوا في الطيارة من قروة، حسب ما أكدونا نيس السحباني وحسب ما الفيديو تأكد هذايا. في المطار كان المنذر الكبير وحده، في حين كان الوفد الإداري أو جزء من الوفد الإداري مع جلال القادري. سامي التعليق. نقطة 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 اللي هي نقطة إدارية وفنية. أنت عندك إدارة فنية وعندك جامعة، عندك أعضاء جامعة. لا إدارة فنية. المدير الفني في تونس. أي لا إدارة فنية هي معناتها يا بالفو. معناتها تنجم تهبط ونيال تونس تعمل معناتها كونفرنس دو بريس، تعمل كونفرنس دو بريس. هذا دائما القرار الشخصي الاحادي من طرف انسان، معناتها ياخذ القرارات الاداريه وياخذ القرارات الفنيه وياخذ كل القرارات بدون ومن المفروض معناتها استشاره حتى الفني ولا الجامعه. على اساس شنو تقيم المدرب؟ على اساس البروجرام تاع المدير الفني. المدير الفني على اساس شنو يقيم المدرب؟ على اساس التمارين والمقابلات. اذا كان هو مش تابع في التمارين في تونس معناها على اساس شنو معناتها باش يقيم؟ معناتها واش حاط انت مدير فني معناها هنا؟ اون بليس تعيين جلال القادري، ما عندش حتى مشكل مع شخص جلال القادري ودرب في رق ونجح معاهم، لكن سامحني شنو السي في نتاعو معناها؟ انت مدرب منتخب وطني، عمر ما درب فريق كبير من الاربعه الكبار في تونس، منذ كبير على الاقل درب لكن ما هزش القاب. هذا جلال عمره ما درب معناها، على اساس شنو حطيته انت كمدرب؟ قول لك انا على اساس شنو اسلام؟ اللي هو مباراه نيجيريا تحب ولا تكره تحسبت في الرصيد نتاعو هو. الصورة كونه جلال القادري هو اللي كان نهارتها على البنك، هو اللي كان واقف على الزون تكنيك. الكلام هذا انا ضده. لا انا مش قاعد نعطيك راهو في موجود، ما كانش هو يجري في المقابلة. شوف تدخل لي انا لحظة بركة سامي بالله ونعطيك الكلمة. شكون حضر في الكونفرنس قبل المقابلة؟ كان جلال القادري. شكون اللي جاوا بالصحفي النيجيري اللي استفز؟ كان جلال القادري. لا ما هو هذايا الكل شنو يعطي؟ اشرف الفني يعطي صورة. اشرف الفني يا اسلام انا نعطي فيك في صورة. شكون اليوم في ذهن المتابع شكون اللي ربح نيجيريا؟ اللي ربح نيجيريا هو جلال القادري. شوف وليد انت بقي ماكش فاهمني، انت تعطي في صوره، انا نعطيك في تصريحات ما قبل المباراه وما بعد المباراه. ما قبل ولو ان نعرفه، قلت لك نعرفه نحن شكون معناتها يحسم في الامور الفنيه. من قبل المباراه وبعد المباراه جلال القادري الى انسيستي على هدايا، قال انا راني مدرب مساعد وراه فيما يخص مباراه نيجيريا راني انا في التليفون، وحتى خلال المباراه باش نكون معناتها ننصت لمنذر الكبير، ومنذر الكبير هو اللي باش يقرر، ومازال معناتها الناخب الاول. وتاكيد لك لذلك حتى نيس السحباني سامي قال في التعليق، قال جابش يدخل جلال القادري وقتها وهاب الخزري حسب ما نتفكر. يا اخي جاه تليفون قالوا دخل الزوز فرد وقت وهاب الخزري وعصام جبابي وفي كيف ما دخلوا الزوز مع بعضهم معناها. هذا اكد لك وكان قال حتى نيس كان موجود غادي، قال كان فما خط مفتوح بين البنك وبين المنظر الكبير. انا ما نتصورش الكلام هذا قاله جلال القادري. قالوا جلال القادري وقال لي انا راني نحكي لك على انطباع الشارع الرياضي وقت اللي يتفرج في المباراه. ما فماش منذر الكبير، فما جلال القادري على البنك هو اللي قاعد يسير. هذا شنو هو؟ هذا اللي يحضر معناها الميدان، يحضر الصوره لجلال القادري. شوف اسمعني نعطيك الحاجات كرونولوجيكمون. راهو وديع الجري كان باش يقيل منظر الكبير من كاس العربيه وخذا القرار نتاعو. اي شوف بعد ما تشوف وخذا القرار نتاعو. ونعطيك ايضا شكون معناتها اتصل بشكون وعد شكون اتصل بجون لوي شويه اتصل بجون لوي غاسي اي وعد لسعد جردة ووصل، لكن لسعد جردة وعدوا بطريقه مباشره، وعد ايضا بطريقه غير مباشره
فوزي البنزرتي. خلينا نكمل على المعلومات نتاعك. جاسي نأكد كيف نأكد صحيح كلامك. لا بعد ما باش نقول لك جاسي تصل حتى بالصخير اللي رانيه قبل في مونبلي وتصل حتى بالخزري وسألهم على الأجواء ولسعة جلد لقى معارضة من عضو جامع اللي هو حسين جنيد. أنا شوية حبيت نكلمك. لا لا شوف لأنه في الأشياء في بعض الأشياء السلبية بالنسبة لي أنا ما عندها حتى علاقة مع كرة قدم. وديع الجري ستان استراتيج. الواه إلى كونتاكتي فوزي البنزرتي معناتها بصفة غير مباشرة والواه معناتها اتصل بجردة لسعد جردة بطريقة مباشرة. لسعد جردة بعد ما وعدوا كومبار ميراكل لسعد جردة عمل قبل الكان وخلال الكان عمل الراديونات والتلافز متاع تونس كل مجد فيها في الفريق الوطني. و فوزي البنزرتي وقتها مع هادي زعيم جكروا ولا حاجة هكا يعمل حديث مع هادي زعيم يقول أنا جون سوي با رانكوني وتطويت الصفحة وأنا عندي علاقة باهية مع رئيس الجامعة وأنا مستعد باش نرجع إلى الفريق الوطني. وقتها يبداو زوج مدربين يبداو معاك في كأس إفريقيا ما يبداوش ضدك مهم جدا. حبيت نقول أنا اللي طماعي معناتها ما يجيب حتى شيء لا باش يكون فوزي البنزرتي لا باش يكون لسعد جرده معناتها المدرب. الحاجه الاخيره اللي نحب نقولها اللي مهمه جدا واحنا نتكلموا يقولوا الواه ما يجيبش مدرب كبير. وديع الجري من بين الاسباب اللي استقوى بهم وتقوى بهم وهو يقولها بطريقه واضحه يقول انا عندي 56 مليار في الكاسه نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم واحد كل البطوله اي عندي اي زيدهم 9 نتاع البطوله العربيه وزيدهم 2.5 معناتها كارد فينال واحد. انت كان عندك 60 مليار كان عندك 60 مليار في الكاسه الواه ما تجيبش مدرب كبير معناتها نقولوا 60 نقولوا نقولوا 60 70 ميل يورو اي اضربهم في 3.3 قداش يجيو مليار اي باش تروح زوج 3 مليار دولار في العام زوج 3 مليار في العام. اذا انت رئيس الجامعه وحارس على المنتخب وعلى نتائج المنتخب ها عندك انت الامكانيات. قبل ما كانش ثم امكانيات معناتها في اليوم هكا عندك امكانيات الواه انت ما تجيبش مدرب كبير. اي بتاكيد كلامك سامي توا الشارع التونسي ما يهموش 60 مليار وعملت لي اوتيل حبيت نقول لك عنه وعملت لي اوتيل وعملت لي الطب ومتاع سبيطار ودرا شنو نتاع الرابطات ما يهموش العبد يهمه كان في المنتخب معناها يهمه عنده منتخب وعنده مدرب كبير بيان سور ما يهمش انا كتونسي ولا حتى متفرج العادي ما يهموش يهمه كان في المنتخب. لا بشويه خليني نكلمك حاجه انت يا اخي وقتها يعمل سياج للمنتخب ويعمل واحد وكل تيخي هو الواه يفكتر ما يتفكتروا للفيفا الفيفا ياخذ فلوس من عند الفيفا وقت يقدم لها ان بروجي يقول لها باش نعمل ان سونتر ميديكو سبورتيف ولا يقول لها باش نبني انا سياج نتاع جامعه ولا واحد ولا حاجه الفكت الفيفا خذا خلاف الفلوس اللي خذاتهم الجامعه التونسيه لكره القدم وكل الجامعات في العالم اللي خذاتهم من عند الفيفا ومن عند الكان بمناسبه الكوفيد معناتها الكاسات نتاع 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 الجامعه التونسيه لكره القدم معبيه لا يمشيو لمدرب كبير للفريق الوطني لا يمشيو للجمعيات المسكينه. انت عرفت قلت ماكش معاه تعين جاي القادم شنو كان لازم الحل في الوقت هذا؟ شنو؟ شكون قادر على ترقيه المنتخب في الوقت هذا؟ شكون قادر؟ شوف اذا كان موجه القادر واذا كان الناس ما عادش قبل منظر كبير ايضا. شوف انا ثم حاجه من قناعاتي لاني انا عندي 40 سنه في المجال هذويا. شوف تكوين المدربين التوانسه ضعيف برشا تكوين ضعيف وضعيف ضعيف وانا وانت اسلام وانت وليد تعرف كيفاش يتعطى البرومي دوغري كيفاش يتعطى الدوزيام دوغري كيفاش يتعطى التروازيام دوغري. تحكي على الجيل هذا ولا حتى من المقيم؟ نحكي لك على الاجيال. شيخي يا اخي يوسف زواوي ومختار كليليش عندهم البرومي دوغري نتاع 50 سنه التالي. يوسف زواوي رانا الفريق الوطني بالبرومي دوغري مرتين. مختار كليلي شنية معناتها الدبلومات اللي عنده تتوا خذوهم هذوما يقول دي برومي دوغري الناس كل برومي دوغري لا غير لا روسيكلاج لا واحد لا حد شيء. وقت تشوف انت تمشي للتدريبات تمشي التدريبات
وقت تشوف التدريب تاع بيشنيكتساك ولا كاسبر جاك ولا كرول ولا ما جاوبتنيش حاجه اخرى. انا مش نجاوب حاجه اخرى راهو قياسا هذا مش قدح في المدربين التوانسه. قلت لك انه التكوين نتاعهم ناقص، وقلت لك انه طريقه اعطاء لي دوغري نعرفوا شنو اللي صاير. سامحني ما جاوبتنيش، قلت لك شكون رجل المرحله اليوم اذا كان مش القاضي واذا كان العبيد ما عادش قابل المنظر الكبير. انا شوف شوف اسمعني باش نكلمك. انا سير دو ماتش ناخذ الانسان اللي عنده البروفيل اللي جاب نتائج وست ان غانيور، ما نقولكش نخليه ولا حاجه. انا ناخذ فوزي بن زرتي. ما هو هل مازال يقبل فوزي تعيط ولا اخرى كرجل اطفاء؟ معناها كل ما تصير مشكله في المنتخب انا اقول فيها على دو ماتش ديما على دو تروا ماتش. قلت لك في الانترفيو نتاعو ديرنييرمون قال انا صفحة الماضي نتويها وما عندي حتى مشكلة مع رئيس الجامعة وأنا مستعد باش ناخذ فريق الوطن. سامي قبيليك أنت كي حكيت على وديع الجري اتصل بصفة مباشرة بلسعد جردة وقلت بصفة غير مباشرة بفوزي البنزرتي، وبعد قلت لي حتى واحد فيهم هو باش يكون سيليكسيونور، عندك معناها المعلومة وإلا تخمين؟ نعرف الشخص ومعناتها المهنة متاعي أنا. أنا قلت لك الناس هذوكم يقول لك أنا نجيبهم معايا خير ما يكونوا ضدي. قلت لك لسعد جردة اللي يتحاشى انه يخرج في الاعلام، لسعد جردة تحل كل راديون وتحل كل تلفزه تلقى لسعد جردة معناتها اي 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 مش كان جردة باش نكون واضحين تقريبا في المده نتاع الكان هذه الكل برشا سامي قاعدين نشوفوا فيها معناتها مش خاطر هو قاعدين نشوفوا في الاعلام معناها اي اما اللي هو بشد المنتخب برشا سامي قاعدين نشوفوا فيها تجي تشوف حتى شنو الخطاب اللي يقول عندنا فريق قوي، عندنا لاعبين خارق العاده. حاجه واحده هذا لسعد جردة، ثقافه الربح ما عندناش برشا ثقافه الربح، ومعناتها وقادرين بمدرب عنده ثقافه الربح انه نمشيو بعيد. ظاهر معناتها السيد نعرف انا لاني عندي لي سورس نتاعي الى كونتاكتي. قلت لك اتصل ديريكتومون وانديريكتومون بعث ميساج لفوزي البنزرتي حذر روحك. باهي في تقديركم هل انه الانهزام والانسحاب اللي صار ضد بوركينا فاسو، تعرف في وقت هزيمه اسهل قرار هو تنحي مدرب، لكن في الاخير تنحيه مدرب ما تفسخش اللي فما اسباب عميقه اللي مخليه كورتنا عنا سنوات باستثناء مشاركة 2019 ما فوتناش الكاردو فينال. يظهر لي هذايا التور نتاع الكاردو فينال أكثر تور توقفنا اللي هي 2019 باستثناء هذيك قعدنا ديما يا الأغلبية نخرجوا من البول نقفوا في الدور اللي بعد اللي هو كان الكاردو فينال. وصلنا 6 مرات الكاردو فينال، خرجنا في 3 منهم مع بوركينا فاسو. بالضبط 3 مرات في نفس الدور ضد بوركينا فاسو. أنا لا سؤالي اليوم لنفترض كنا فزنا على بوركينا فاسو، ما تراش كنا باش نغطيو برشا مشاكل في كورتنا اللي هي للاسف واقع اليوم؟ كورتنا مريضه معني وليد. نحكي لك على رقم قياسي عالمي مع رئيس الجامعه الحالي، رقم قياسي عالمي. تعرف احنا مع وديع الجري القادري وهو الناخب الوطني رقم 13، تعرفها هذه ولا لا؟ في 10 سنوات الناخب الوطني لا همش نقول لك لا همش نقول لك لا هدايا نيميرو 3 ما بين زين ثابت في الرقم في بلاد. لا همش نقول لك همش نفهمك في الوقت 13 والمانيا ظهري في تاريخ 10. لا همش نقول لك همش نحكي لك نقول لك 13 ما بين القارين والمارين، لانه وقت ينحي مدرب وصل انه يحط مدرب بروفيزوار. كانزاري لا ايتي ان انترينور ان سيليكسيونور انتريمير وي او نو. نزار خنفير الى ايتي ان انترينور ان سيليكسيونور انتريمير ولا لا؟ 10 زيدهم اثنين هذم قادري سي لو 13 نيميرو 13. انه وبعد باش نرجع للسؤال نتاعك، انه في 10 سنوات 13 ناخب، معناتها المشكله فيهم شكون تعاود مرتين نبي المعلول. نبي المعلول مرتين، قلت 13 تحسب له مرتين تحسب 13. انه يا رسول الله 13 ناخب وطني تعداو، معناتها الغلطه باهي نجم واحد منهم مش باهي، اثنين مش باهيين، خمسه مش باهيين، ثمانيه مش باهيين. اللي مش باهي هو رئيس الجامعه لا وفات الحكايه والسياسه الكرويه في تونس. كورتنا ماهوش باهي. هذه نحكي لك توا انت شوف باش نحكي لك نقطه اللي هي
أخطر منها ما ثماش. عملنا 5 mois تريف في الشامبيونان نحن ولا لا؟ عملنا 5 mois تريف، لعبنا 7 جولات، وهو توا بالدوبل كونفرونتاسيون مع المالي شنو اللي هو 8 اشهر تريف. هل يعقل 8 اشهر البطوله نتاعنا متوقفه 8 اشهر؟ مازلت نجم تحدث على كره وليد، نمشي معك ابعد من هذا سامي، يظهر لي القاسي والداني يعرف لي اليوم المنظومه الكرويه في تونس ككل فرق تقريبا الكل مفلس. قاصر رد بالك القاسي مش مشكل. الفرق نتاعنا كلها مفلسه. الفرق نتاعنا اليوم شكون قاعد يكون اليوم في تونس؟ التكوين عند شكون؟ شكون اللي قاعد يكون في ملاعبيه؟ نحكي لك انا على المستوى المادي، ماديا ماديا. هل يعقل انك انت اب مثلا، اب انت اب وعندك اولاد، اولادك ومرتك في الميزيريا، وانت تتشدق تقول انا غني؟ معناتها جامعة عندها 70 مليار وفرق في فقر مدقع. معناتها مش فقر مدقع لسنوات، لذا هل هذا شيء، هل هذا شيء طبيعي ان يكون الاب غني وان تكون العائله نتاعو، وان تكون العائله نتاعو فقيره؟ هذه من اسباب انخرام كل المنظومه نتاع كره القدم التونسيه اللي مسؤول عليها رئيس الجامعه. ورئيس الجامعه هذايا عليه ان يذهب بما شوف ما عادش ممكن راهو. وبعد نمشيو الماتش مالي، نحن اي نمشيو الماتش مالي، اي مشينا سيدي ترشحنا نحن كاس العالم، مو باش يحط هو 30 ولا 40 مليار في المكتوب نتاع الجامعه، مكتوب معناته باش يحطهم الجامعه في كاس الجامعه. اي يا اخي باش نتعداو للدور الثاني بو نفس السيناريو، وناس ويتبعوا في الفريق الوطني والقهاوي معبين واحد، وكله نخسر المباراه الاولى نخسر المباراه الثانيه وما نتعداوش للدور الثاني. هانو نقول لك انا خليك متفائل. لا 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 خليك متفائل. نحكيو على 5 نحكيو على 5 كؤوس عالم. قلت لك نفرضوا ان تعدينا من ضد مالي، انا اليوم 31 جام في 22، حتى كان تعدينا ضد مالي باش نخرجوا من الدور الاول من كاس العالم. معناتها في الاخر بكل باش نرجعوا الى نقطه الصفر، ان يكون عندنا سياسه كرويه، أن يكون عندنا فريق وطني، أن يكون عندنا سياسة فنية، أن تكون عندنا معناتها إدارة فنية حقيقية. لأنه شوف ثم الناس اللي يعرفوا شوية الكرة وأنا نعرف تعرف الكرة، راهو مرات نتفرج في الفريق الوطني نحاول نحلل ما نجمش نحلل، تعرف لما نجمش نحلل؟ ظاهر الأحداث اللي هبطوا معناتها ماهيش تشكيلة فني. تشكيلة فني راهو تنجم تناقش فيها، هذاك باهي مش في فورم وهذاك على اليسار واحد وكل، تشوف التشكيله ليست تشكيله فني، ليست تشكيله فني في اي حال من الاحوال. انا قلت لك نكون عاجز من اني نحلل مباراة نتاع فريق وطني والبوزيسيونمون نتاع الجوارات والكوفرتور والواحد، لا تنجم تحلل لا معناتها لا التكتيك لا اللاعبين. النقطة الأخيرة نحب نحكي عليها اللي هي خطيرة جدا بالنسبة لي، نذكروا العركة اللي عملوا له عركة والتحامل عليه في آخر المباراة نتاع جامبيا، حنبع المجبري. حنبع عليه. وانا قلت في الاذاعه هذية راهو مساكني عنده مشكله مع المجبري، ما يحبش حنبع المجبري يطلع. حنبع المجبري وقع تغيبه بصفه تامه في الكاس الافريقيه هذه. حنبع المجبري اللي اليوم روح المانشستر يا سامي، دخلوه في الميكرو، دخلوه في الجروب تاع البريمير ليج. حنبع المجبري هبط اول مقابله، وبالعكس عطينا اكثر من حجمه حتى في البطوله العربيه، وهبط اول مقابله وما عمل حتى شيء. حنبع المجبري ما ندوش متحاملين. ساكني شو عمل خلاف الدرج مع نيجيريا؟ شو عمل في ماتش الدرج تاع نيجيريا؟ شو عمل في المباراه تاع بوركينا فازو؟ استنى بالله لحظه، اولا ماتش نيجيريا ما لعبش درج المساكني، هز الماتش على كتافه سامي اللي فك كرياتها اللي مسكني 2-1. واذا كان هو عمل في نيجيريا غيره ما عملش، لا في نيجيريا لا في غير نيجيريا. لا ماناش لهنا، لا انا باش ندافع على مسكني، لا انا باش ندينوه. لكن
شنو اللي يخليك تقول كونه فما هالمشكله هذه ما بين المساكني وحنا بقى المجبري؟ لانه بصراحه اسلام كان في 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 قطر مع المجموعه وقال لك الامور شيء ما فيها معنى. العركه اللي صارت في الاخر تصير 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 يا خيرا وكره، وبعد العركه هذيك يل ديسباري دو لا سيركولاسيون، يل ديسباري معناتها من التشكيله من الاحداث من قبل لو تنحى من قبل من الماتش الاول. سامي هبطت انت ظهر لي ستاتيو في قبل ماتش نيجيريا على مساكني، ظهر لي هبطت ستاتيو على مساكني لانه مساكني في الثلاث سنوات الاخيره هذيا غاب عن عن الوجود الكروي في الفريق الوطني. من الطبيعي جدا انه صحافي يقول اللاعب هذايا عنده ثلاث سنوات إلي تنبس تنبي، وإلا كان مركة البونتو هذاك ضد واحد، لكن عنده ثلاثة سنوات. واليوم على من أساس من المشاكل اللعبية معناها ميسيات من المشاكل الفنية الكل في سوبيتي، إذا كان الكل في سوبيتي، إذا احنا منتخب إذا كان تحرك المساكني نلقاو الحلول، إذا كان ما تحركش المساكني راهو هو هو أهون واحد في الفريق. أي سيدي هاكا تحرك ضد نيجيريا برك، هاكا ما تحركش ضد مالي وما تحركش ضد غامبيا، تحركش ضد غامبيا وما تحركش ضد البوركينا فاسو، نقعدوا نستناو معناتها فريق وطني وبلاد كاملة تقعد تستنى أن إكسبلوا نتاع المساكني. تحركش هذا ريزون اللي هو لو مش عليه هو ها معناتها هاو ما تحركش. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا المساكني المساكني ما عادش نتاع اساسي في الفريق الوطني. نجم تهبط نص ساعه، تنجم تهبط 25 دقيقه، تنجم تهبط. هذا ايش قلت لك؟ انا قلت لك هذا راي فني، ودائما راهو الراي فني، لانه وقت يحبوا يهاجموا صحافي ولا يهاجموا معناتها كرونيكور يقولوا له انت ما تحبش اللاعب هذاك ولا انت ما تحبش رئيس الجامعه، راهو هذه ما سي با اون استوار دامور ولا اون استوار سنتيمونتال. هذا راي هذا فريق وطني يتناقش راي ويتناقش. وبعد لي كونكلوزيون تاعنا الكونكلوزيون تاعنا ابارتير معناتها دوبسيرف، لانه انا بمنتهى الصراحه سامي ما نراش كونه المساكني هو اللي سبب في الانسحاب. والا لا وقت اللي تقول لي المساكني عنده ثلاثة سنين من المفروض ما عادش يلعب ومازال موجود. نحكي لك المشاكل ثلاثة سنين راه المساكني هو رشحنا المونديال الماضي. نحكي لك المشاكل من المشاكل سامي خلينا نشوف النقطة هذه اسمح احب الارقام باللي بونتويت وبالاسيست هو اللي رشحنا للكوب دي موند اللي فات. شوف نحكي لك نعطيك رأي نعطيك رأي فني. شوف نعطيك رأي فني نعطيك رأي فني. ظهر بالكاشف أنه مساكني وخزري مع بعضهم وزادوهم توا أنا فانسونت اللي هو الجزيري، وطبعا عندك ثلاثة لاعبين اللي ما يدافعوش على الأقل في الزون نتاعهم. الجزيري يدافع على الأقل في الزون. لا ما هوني هنا كلام خزري ومساكني معاك، أما الجزيري أكثر واحد معناتها ثلاثة لاعبين ثلاثة لاعبين معناتها الثلث نتاع الفريق ناحية جارديان. وقت عندك الثلث نتاع الفريق وقت تهبط الخزري والمساكني وزيد معاهم الجزيري، دونك بالنسبة لي أنا مساكني مهم في المجموعة على المستوى الذهني ينجم يل بو فير ان اكسبلوا ما تهبطوش 120 باش نعطيه سامي الكل ذي حق حقه. قبل الماتش هنا كان معنا سامي العروسي وجبد النقطة هذه بالذات اللي قال اليوم تلعب بالمساكني والخزري اللي الزوز ما يدافعوش واللي باش يلعبوا في ظهرهم، وهذاك اللي صار على امتداد الشوط الأولاني كامل الجول وين يشد الكرة يطيش على الخزري طول يطيش في ظهر الخزري. دونك في الأخير فما زاد نوع من القصور في قراءة المباراة من طرف الإطار الفني طبعا. فما معناها حاجات اللي اتقالت في أكثر من بلاتو قبل الماتش. أيوه مش نحكي بعد شكون قال إيه وقتها. أنت شوف شوف الخزري والمساكني يلعبوا بالسيف لانهم الخزري والمساكني وراهم رئيس الجامعه يهبطوا بالسيف. بالله سامي هذه النقطه خلينا نناقشها هذه. لنفترض انا رئيس الجامعه من مصلحتي كون المنتخب يربح، علاش انا نجي نفرض زوز ملاعبيه اللي هما على الاقل فنيا انكومباتيبل ونفرضهم ونعرف اللي النتيجه باش تكون سلبيه؟ سالتني سؤال هذا انت اسالوا رئيس الجامعه. انا عندي سبب علاش ما يلعبوش اللي هما التومبيرامون نتاعهم صعيب شويه وما يقبلوش بالبنك. في اعتقادي احسن واحد في الخط الامامي نعيم السليتي. نعيم السليتي بقى على البنك كلمنا فيها هذه المقابله الاخيره خاطر هو العاقل فيهم. ما هو زاد هكا كي تقول لي اذا كان هذه هي الحقيقه على الدنيا السلام، معناها اذا كان انا ملاعب قبيح ما عادش يلزمني ديما نلعب عاد وقتها ما عادش نوليو نحكيو على كوره، عاد نوليو نحكيو على بطحه. شوف خزري انا بالنسبه لي انا اون فالور انترانسيك معناتها وقت تشوف القيمه كلها. انا بالنسبه لي انا خزري احسن لاعب في الفريق الوطني اون فالور انترانسيك لو جوور كقيمه سوقيه وهذا ما تفهمش. لا 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 حتى اللاعب سي ان جوور كومبلي. تبقى بالنسبه لي انا خزري ما يلعبش في بلاصتو. خزري نو بو با اتر ان اكسيال
خزري الكارير نتاعو عملها من بوردو واحد وكل ستان جوار يلعب على اليمين يدخل في الوسط وكل لكن يلعب على اليمين. دونك قلت لك عندك ان كاركتيريال يلعب على اليسار يدخل الوسط على اليمين على... لا هو هو يلعب فيه الى شو يلي... ما يدخل يلعب على اليمين وصل لي لعبه وصل لي لعبه ايه لكن وقت على اليمين يلعب او نيفو دي 16 متر 50 سي ان جوور دو بوينت وصل لي اخي يا اخي وصلش خزري يلعب افون سنتر في الفريق الوطني لا وصل وقت عندنا ما قعدناش ثلاث سنين نلعبوا بلاش افون سنتر نحن الخزري الخزري افون سنتر طلع طلع بها اللموشي في البطوله الفرنسيه وقتها في ران حطوا افون سنتر عجبتنا احنا الحكايه معلول عملها وقت اللي ما عندوش افون سنتر ياسر الخميسي تضرب شوف شوف تسكروا لانه في الوقت انت عندك لافون سنتر نتاعك شوف وقت يبدا عندك انت لافون سنتر نتاعك مضروب ولا انت انت في وسط المباراه مش تعمل ان شانجمون تكتيك تقول نخرج ان ان افون سنتر نخرج ان دومي ونمشي ندز معناتها خزري افون سنتر لكن خزري قداش لعب افون سنتر في فرنسا 5 6 فوا ماكسيموم اما انك أم لعب افون سنتر وقتها كان مع الناس للجزيري لحد حد يلعب يلعب معناتها خزري اون افون سنتر ومساكني اون نوف ادمي. شكرا لك سامي العكريمي. اسلام المدب كان معكم قدام الميكرو وليد برحومه وفي الاخراج عليا باشا تلقاو الفيديو على تقوى المديوني اكيد باش نواصلوا فتح الملفات وملف المنتخب بالاساس والمشاركه في كان توتال انرجي الكامرون 2021 باش نحكيو زاده برشا على المقابله الترشيحيه المهمه جدا ضد مالي ايام 23 و 29 مارس اسلام هكا التواريخ دونك بالنسبة للمنتخب التونسي. شكرا لكم على الاستماع، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت في كان إكسبريس. باي باي.